السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من وجهة نظر. لو حضرتك بتتفرج على قناة الجزيرة فده من حقك، ولكن لو كنت بتتفرج على قناة الجزيرة وتصدقها فاسمح لي أقول لك إن أنت مغفل. أيوة أنت مغفل، وما تزعلش مني لأني حبيت لك حالا إن أنت مغفل، أنت وكل اللي بيتفرجوا عليها وبالأدلة. يوم 3 و4 مارس كان في اجتماعات اتحاد البرلمانات العربية في دولة الأردن الشقيقة. تقرير الجزيرة عن الاجتماعات طلع بالشكل التالي: 1. رئيس مجلس الشورى السعودي وممثل السعودية في الاجتماعات رفض حذف بند التطبيع من البيان الختامي للمؤتمر. ده كلام الجزيرة، تعالوا نشوف. من أجل القدس اجتمعوا، لكن أن لهم أن ينصروها والخلافات العربية على أشدها، وثمة بعض العرب يسابقون الزمن للاقتراب من إسرائيل. رئيس مجلس الشورى السعودي يحاول ضمنا الدفاع عن التطبيع. بدا الرجل وكأنه يفرض على المجتمعين مسار ولي عهد بلاده في علاقة سرية وعلنية مع أطول احتلال معاصر يرزح تحته الفلسطينيون. ده كلام الجزيرة. 2. المتحدثة باسم البرلمان الإماراتي لما اتكلمت عن قضية الإمارات مع إيران ومشكلة احتلال الجزر الثلاث، بدون أي ذكر لأن مندوبة الإمارات اتكلمت عن مشكلة القدس. ويبدو أن القدس أيضا لم تكن على سلم أولويات السيدة الإماراتية التي شكلت إدانة إيران بالنسبة لها موقفا يتقدم كل المواقف. ده برضو كلام الجزيرة، ومش غريب ابدا ان الكلام يكون تحديدا على السعوديه والامارات اللي هم في الاساس مقاطعين دوله قطر. ومن قبيل الصدفه ان قنوات قطر والذراع الاعلاميه لدوله قطر بتتكلم على الدولتين دول وكانهم لا يهمهم شان القدس، وكانهم ماضين في التطبيع مع الكيان الصهيوني. ده للجزيره وكل القنوات التلفزيونيه التابعه ليها، وكل اذيالهم على الانترنت واليوتيوب بثوه للناس، وتقريبا اللي سمع صدق لانهم حرفوا المشهد للمشاهد وقصقصوا الفيديوهات بطريقه تبان ان كلامهم صحيح. فلما كلامهم يطلع صحيح يعني السعودية والإمارات بيشرعنوا للتطبيع. مراسل الجزيرة في عمان وبتعليمات من الكفيل القطري قبل على نفسه انه يكون شاهد زور، فقام بمنتجة وإعادة صياغة تقارير الجلسة الختامية لمؤتمر اتحاد البرلمانات العرب بطريقة يرضى عنه بيها الكفيل القطري في الدوحة. وطبعا الجزيرة خدت التقرير ده وحشرت بيه كل برامجها اللي على التلفزيون وبثته على الانترنت، وكل القنوات التابعة ليها خدت التقرير ده ونشرته بطريقتها، نفس الكلام نفس الصياغة نفس الهدف ونفس المضمون، الهدف اللي هو طبعا تشويه السعودية والإمارات. سيبكوا بقى من كل اللي فات وتعالوا نشوف الجد، تعالوا نشوف فعلا ايه اللي حصل في الجلسة الختامية لمؤتمر اتحاد البرلمانات العربية. بص يا سيدي، الواقع هو عكس اللي الجزيرة قالته تماما بنسبة 100%. يعني عندك مثلا رئيس مجلس النواب السعودي لما اتكلم في موضوع التطبيع قال ايه؟ قال انه القادة والرؤساء في اجتماعات جامعة الدول العربية سنة 2002 اقروا رفض التطبيع الدبلوماسي مع الكيان الصهيوني، فبالتالي الموضوع ده موجود. احنا بما اننا متحدثين نيابة عن الشعوب، لاننا مجالس نيابية بنتكلم باسم الشعوب ومش باسم الدول ومش باسم الدبلوماسية، فانا بقول ان احنا لو هنحط بند رفض التطبيع يبقى نقول كما هو متفق عليه ما بين القادة العرب، ولو عايزين نعمل حاجة جديدة تنضاف لينا والاسمنا يبقى احنا نكتب بند شعبيا رفض التطبيع الشعبي. خدتوا بالكم؟ يعني هو راجل بيقول انه التطبيع مرفوض نهائيا من قبل الحكومات ومن قبل الشعوب. الحكومات اقرت عدم التطبيع من سنة 2002، فلو عايزين تحطوه في البند حطوه مع الاشارة لانه مدرج من سنة 2002. لو عايزين نعمل حاجة جديدة التاريخ يكتبها لنا باسمنا، فيبقى نكتب ان احنا حطينا بند جديد اسمه رفض التطبيع الشعبي. فرد رئيس الجلسة قال له: ولكن احنا بنتكلم باسم الشعوب مش باسم الحكومات. فرد عليه رئيس مجلس الشورى السعودي قال له: اذا احنا بنتكلم باسم الشعوب يبقى احنا نحط بند رفض التطبيع الشعبي، واذا كنا هنكتب نفس البند اللي هو رفض التطبيع الدبلوماسي يبقى لازم نكتب بالاشاره الى قرارات جامعه الدول العربيه سنه 2002. ده كان موقف السعوديه الحقيقي مش اللي الجزيره طلعته. ونناقش فيما ان نضع النص اللي اشار اليه معالي الاخ الكريم مع الدكتور عادل عبدال، نضع النص كما ورد في الجامعه، او نقول كلمه واحده التي انت اكدت عليها في الشعوب. طيب. التطبيع من خلال الشعوب، يعني التاكيد على وقف كافه اشكال التقارب والتطبيع ما بين الشعوب العربيه والمقتل الاسرائيلي. لا ممكن تكتبوا صيغه حتى نطرحها لكم على التصويت، لانه في اكثر من مقترح. نحن ناس لنا صفه قانونيه وتشريعيه، مظبوط، فعندما نتحدث ليس بعاطفه، لا مش بعاطفه، نتحدث بشيء عملي. ان اردت ان تنسب هذا للشعوب الذي يمثل الشعوب اجعله للشعوب، او تقول وفق ما ورد في القمه العربيه،
طيب. تنتهي المشكله. احنا بنعيد الصياغه بحيث ما تنسجم مع مبادره السلام العربي. يعني عام 2002 السعوديه تقول ان هذا البند هذا الجانب سبق ان عرض على الملوك والرؤساء واتخذوا فيه قرار. فناتي نحن هنا ونوافق على ما اتخذه الرؤساء. لكن انتم ولا نتبناه نحن، وقد سبق الملوك والرؤساء الى هذا الجانب. فنشكرهم اولا ولا نختطف منهم ما قاموا به من جهد. يعني عدم التطبيع ده منصوص عليه ومتفق عليه من رؤساء وملوك الدول العربيه جميعا، وكل دوله معروف موقف حكومتها ومعروف مين الحكومات المتلونه اللي بتغير رايها كل شويه. بالنسبه لموقف الامارات اللي الجزيره طلعتها في شكل شيطان لا يلتفت ابدا بالشان الفلسطيني ولا بقضيه القدس، اللي المؤتمر اصلا منعقد في جلسه استثنائيه باسم القدس. فالحقيقه برضه غير اللي الجزيره طلعتها خالص. ان القضيه الفلسطينيه تبقى قضيه العرب المركزيه الاولى رغم كل الشواغل والمشاغل الداخليه والخارجيه لدولنا العربيه كافه، حيث تمر القضيه والشعب الفلسطيني بمنعطف تاريخي بالغ الدقه، وتواجهه تحديا مصيريا يتطلب من جميع الدول العربية ومنا كبرلمانات التكاتف والتعاون والعمل الجاد من أجل وحدة الصف وتعزيز التضامن. وأن نضع عنوان هذا المؤتمر القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين هو بوصلة لعملنا ومبدأ راسخا لما ينطق به كل شعوبنا العربية. فمندوبة الإمارات تكلمت عن قضية القدس وأكدت موقف الإمارات الثابت من القضية، وبعد ما خلصت كلامها عن القدس اتكلمت عن الجزر بتاعتها اللي بتحتلها إيران، أمر مشروع جدا. وعند تلاوة البيان الختامي طلبت من رئيس الجلسة إضافة بند يخص إيران، ولكن رئيس الجلسة كلمها بكل أدب واحترام وقال لها الجلسة منعقدة فقط من أجل قضية القدس، بمعنى ان البيان الختامي مش هيتضمن اي حاجة لا تخص القدس. في الوقت اللي الجزيرة لما خدت كلامها شالت الجزء اللي بتتكلم فيه على القدس وجابت بس الجزء اللي بتتكلم فيه على ايران. ويبدو ان القدس ايضا لم تكن على سلم اولويات السيدة الاماراتية التي شكلت ادانة ايران بالنسبة لها موقفا يتقدم كل المواقف. استغفال ده ولا مش استغفال؟ عزيزي اللي بتتفرج على الجزيرة، حسيت قد ايه انت مستغفل؟ حسيت قد ايه انت بتضحك عليك؟ حسيت قد ايه انت بتلعب بيك مش من الجزيرة بس؟ شوف كل القنوات اللي على الانترنت او اللي على التلفزيون اللي اشتغلت على نفس المنوال وجابت نفس الكلام وما دورتش على الحقيقة او ما عرضتش الحقيقة، وانت تعرف ان كل القنوات دي ممولة. كل القنوات دي هي اذرع الشيطان، اذرع عزمي انطون بشارة. مش غريبة ابدا على دولة زي قطر اللي بيحكمها هو المندوب السامي الاسرائيلي في قطر عزمي انطون بشارة ان يكون هو ده اسلوبها في استغفال واستحمار الناس. ومش غريب برضو على بعض الناس ان هي تصدق، خصوصا ان الناس دي بتدفع كويس قوي لمجموعه قنوات كتير جدا عشان تبثلك نفس السم في نفس واحد. فانت تقتنع لما تشوف الموضوع جاي من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا. الناس دي كلها من وجهه نظرك استحاله هيجتمعوا على كده، ولكن للاسف هم فعلا بيجتمعوا على كده. كلهم مجتمعين على ضلال، كلهم ماجورين بالفلوس. كلامي لسه ليك يا اللي بتصدق قناه الجزيره، لسه ما ايقنتش ان القناه دي معموله بس عشان الفتنه بين الشعوب العربيه والدول العربيه؟ لسه ما ايقنتش ان هدف القناه دي هي بس خدمه الصهيونيه؟ فوقوا لنفسكم، ربنا يكرمكم، فوقوا لنفسكم وطلعوا السم ده من جواكم. انا عارف ان اللي بيتفرج على الجزيره ده عامل زي مدمن المخدرات، حاول تطلع سم المخدر ده من دماغك، من جسمك. مش هقول لك اتفرج على القنوات المواليه للانظمه، ولكن خد لك بريك كده اسبوع اسبوعين، فضي دماغك من الاعلام المسموم ده. اتمنى ان اكون قدمت حاجه مفيده، اتمنى ان اكون ساهمت ولو بقدر بسيط في اناره بعض العقول التي كانت مظلمه بتاثير قناه الجزيره الحقيره. اشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ونناقش، فاما ان نضع النص اللي اشار اليه معالي الاخ الكريم مع الدكتور علي عبدالله، نضع النص كما ورد في الجامعة، أو نقول كلمة واحدة التي أنت أكدت عليها في الشعوب. طيب. التطبيع من خلال الشعوب، يعني التأكيد على وقف كافة أشكال التقارب والتطبيع ما بين الشعوب العربية والمحتل الإسرائيلي. لا لا لا، التأكيد. طيب ممكن تكتبوا صيغة حتى نطرحها لكم على التصويت؟ لأنه في أكثر من مقترح. نحن ناس لنا صفة قانونية وتشريعية. مظبوط. فعندما نتحدث ليس بعاطفة. لا مش بعاطفة. نتحدث بشيء عملي. إن أردت أن تنسب هذا للشعوب الذي يمثل الشعوب، أجعله للشعوب. أو تقول وفق ما ورد في القمم العربية. طيب. تنتهي المشكلة. إحنا بنعيد الصياغة بحيث ما تنسجم مع مبادرة السلام العربي.
يعني متفق عليه؟ عام 2002